سعيد ياس يتعذب ويتألم وعنده حرقة قوية في المعدة من وقت الإفطار. كم حبة سمبوسة أكلت على الإفطار يا سعيد؟ 100 جرام سمبوسة جبن فيها 23 جرام دهن وأربع حبات تساوي 30% من حاجتك اليومية من السعرات. واللحم بعد أسوأ لأن كل 100 جرام فيها 39 جرام دهون. القلي حتى الإحمرار يدمر العناصر الغذائية في الأكل، عشان شي أطلب في البيت يشهون السمبوسة بدل قليها ويسوونها بالخضار اللي سعراته 25% أقل من اللحم والجبن، والعجين يكون من طحين أسمر. ومثل ما قالت السادة وفاء إن السمبوسة مضرة، فإن أفضل أطعمة برمضان هو الفول. وإنت يا سعيد تحب الفول الغني بالبروتين والحديد والفيتامينات، واللي يخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بينما كوب واحد منه يحتوي 187 سعرة حرارية فقط. وتدري يا سعيد إن يساعد في هرمون السيروتونين المسبب للسعادة؟ بس يا سعيد هذا الكلام عن فوائد الفول من دون زيت حار أو سمن أو طحينة، والأحسن تاكله بالملعقة أو مع خبز أسمر. أما على السحور فالفول يعطي شعور بالشبع ويساعدنا على الصيام. بارك عليكم الشهر وعساكم دوم بصحة وسعادة.